عبد القادر منين؟ علاش داعية إسلامي كيجي ويعملوا عليه معناه مشكلة كبيرة ويعملوا عليه حرب؟ هذوما يعرفوهم حكم يوقفوهم في المطار ما يقولهمش فهمتني؟ لأنهم هذوما مؤامرة ضد الإسلام وضد معناه بصفة عامة بصفة خاصة القروات تجي مؤتمر نتاع ناس جاي طالبين معناه سلفية مش يعني مؤتمر عادي يبعثوا لهم وحدة ما تسوى حتى شيء تجي باش تجي تقعد تعمل لنا على جس كيما كان فهمتني؟ لأنه هذا كان نحن يعاتبوا على الدولة التونسية حكم يوقفوه في المطار المازل البارح صارت في تونس العاصمة ما شيء أسم شيء أسم هيبت الدولة طاهر ما عادش عندنا قيمة احنا ترى تمشي تعملها في ليبيا ولا أي دولة أخرى ما يذبحوها هذه شيء شياطين يرجموهم حتى الموت هذوما الثلاثة هذوما اللي عريوا في الواحد يلزمهم يترجموا حتى الموت هذوما حكمهم نحن ننتظروا أنه أمينة يجيبوها وندخلوا الجلسة أمينة تواجه اليوم تهمة حمل آلة حارقة تبقى الأمر 18 جوان 1894 الأمر هذا كما نعرف الكل وكما تفقوا عليه معناها جل رجال القانون الأمر هذا ما يتبقش على قضية الحال لأنه بكل اختصار يتعلق بالمتفجرات وبالآلات الحارقة والآلات القتالة المحجوز عند أمينة لا هو بآلة حارقة ولا هو بمتفجرة وما نجموش نطبقوا عليه الفصل هذا نحن انتظاراتنا أنه القضاء معناها ينجح في الامتحان هذا امتحان الضغط الشعبي ويأكد استقلاليته يأكد استقلاليته كيفاش أنه يتقيد كان بالقانون فيما يتعلق بتهمة الاعتداء على الأحداث الحديدة والمجاهرة مازال ما عندنا حتى حاجة رسمية في الموضوع هذا نسمع اليمين ساعة ساعة يجيبوها تبحث في القروان لكن ما فما حتى شيء رسمي لحد الآن الحركة اللي صارت من قبل ما استاذ سليمان امبارح قدام قصر العدالة لازم يكون عندها تأثير على قضية الحركة ما لازمش يكون عندها تأثير ونستغرب زيادة من ردة الفعل الشعبية اللي وجهوها لبنات هذوما مالو ولا تعبير على الرأي حتى كان نختلفوا معاهم معناها في الطريقة ما نحاولوش أجنبي نعتديوا عليه قدام قصر العدالة معناها قدام محكمة اللي معناها من شيرها أنه نقولوا مقر السيادة ويجب حمايته ومن شيرها أنه خالف القانون قدامه صحيح هما معناها قاموا بأشياء ما يلزمهاش نقوموا بها قدام المحكمة شيء ولكن زاد الردة الشعبية من الناس وحاولوا يضربوها الناس كل معناها زاد ردة عنيفة جدا وما تتناسبش حتى مع قاموا بها آخر سؤال نختم به استاذ سمعنا اللي أنت زاد مشنوم في الجزء الفرنسيات والألمانية اللي يمثلوا نشاط كمان كانوا يصابوا بالحركة البارح قدام المحكمة شو جديد شو تطورات البارح بحثوا لدى الشرطة الأخلاقية هم الآن في حالة احتفاظ وباش يقع تقديمهم اليوم أمام السيدة وكيل الجمهورية في حالة تقديم وننتظروا قرار وكيل الجمهورية أما معناها يسيبهم وعين جلسة ويمثلوا الجلسة في حالة صراح ولا يصدر فيهم معناها قرار بالإيقاف ويمثلوا في حالة إيقاف في الجلسة وفما بوسيبيليتي زادة ثالثة أنه يحيلهم على حاكم التحقيق هي جريمة ارتكبت على التراب التونسي القانون التونسي هو المنطبق والقاضي التونسي هو المختص مش معقول نشوف انسانه كيما ذيكا وما ننفعلش كيفاش تحبوا مني انا اي انسان كيفاش تحبوا منه انه ما يردش فعل انه ما يتكلمش وما يعيطش وما يسبش وما يضربش وما يغيرش كان الديوث والتوانسه ما همش ديوثين التوانسه رجال ويحبوا تونس مشكلتنا في القروان وكان يتلفتونا ويشوفونا بعين الرحمه مشكلتنا تنميه مشكلتنا اقتصاد مشكلتنا معناها رانا نحبوا بلادنا ونخافوا عليها وراهو مشاكلنا هتاف هذية اللي انتم جيتوا بكم كبير تبارك الله عليكم في موضوع في موضوع في موضوع في موضوع الراه تافه على الاخر والاعلام المفروض على قدر التفاهم تاعو ما يتبعوش والسيدة ذي اللي تعري في روحها ولا فشنو تعمل حاسكة ما نحسبوهاش نحن رانا وما نعتبروهاش كيف أي قطوسة كيف أي جروة كيف أي حيوان مفروض يعمل, يعمل,
يعمل اي تصرف تحت اي شجرة ولا تحت اي واحد، ما تعبرناش وما تمثلناش، ما تمثلش التواسة، مش ما تمثلش القروان، هي ما تمثلش التواسة، ما تمثلش العرب، ما تمثلش الإنسانية. هذا فعل حيواني، هذا فعل حيواني. جزاء أمينة هي اليوم محرمة على آلة حرقة، ما هيش التهمة معناها التهمة في اليوم، التهمة نص الحالة بتاع اليوم على آلة حرقة، بقية الملف ما زاد معناها ما لا لا عندي حالات أخرين، لا لا ما زاد يعني ذا على حرمة المقابر ولا أنت في بالك شو تقول؟ ها ما لا تونا ننتظروا معناها خاطر الملف وقع رجع ومعناها ومشي يستكمل به الأبحاث. لانه فما ناس متوقعين منهم معناها استاذ تعليم عالي الى جانب معناها جماعه اخرين بالامن والواحد هم اللي سهلوا له الدخول وهم اللي خلوها كتبت معناها على الجدار تاع جبل. اش كتبت؟ لازم تمشي انت ما نعطيك كيفاش تعرف تجي للدوس؟ تجي للدوس. فاهم؟ تمشي تكتبها ما تكتبهاش على جمع عقبه. ما تكتبهاش على ما تكتبهاش ما تكتبت كتبت على جدار المقبره. جدار المقبره هنايا هذه مش موجودة مش مفصلة على جمع عقبة. المقبرة موجودة في حرم جمع عقبة. أنا مانيش معترض أنكم تجيبوا عليها. راهو راهو لا ديمقراطية بدون محاكمة عادلة. راهو أنا جاي نخدم في أجندات. اتهم فيها. تخدموا في أجندات. اتهم فيها أنت. يا أستاذة تخدموا في أجندات أخرى. وظهري تخدموها لخارج خارج أسوار القيرة وين كيلكم؟ خارج إي خارج أسوار. أنت رديك ماهيش محكمتي أنا باش تردك. ما نجمش نمنعك. لا ما هنتك. العفو. العفو العفو يا أستاذة. في إطار النقاش. أنا أنتظر باش بنتي تخرج بريئة وعندي ثقة في القضاء وعندي ثقة حتى في المجتمع المدني وحتى بالله الأخوان اللي قاسين على بنتي راهو ربي غفور رحيم راهو معناها عمرها 18 سنة عشورة صغيرة تو تكبر تو تعرف وتو تقرا وكل شيء يلفو لا سوفي يلفو لا سوفي المرأة هذه يلفو لا سوفي. محامين القائمين بالحق الشخصي اليوم في اطار القضيه يعني في مواجهه المتهمه ذي امينه اللي تم احالتها اليوم الا انه بالطبيعه المحكمه في اطار اجتهادها رفضت مطالب القيام بالحق الشخصي. احنا ديما كلسان دفاع يعني نشوفوا انه حق التقاضي هو حق مضمون وانه حق التقاضي لا يتوقف على الاذن هو يعني حق مضمون وبالتالي فانه القيام بالحق الشخصي يفترض ان معناها تتم الاستجابه له وانه يكون يعني حق وجيه دون ما يكون في حاجه لاذن المحكمه، ولا المحكمه بعد ذلك ان ترفض الدعوه المدنيه ان رات ذلك شكلا او اصلا، ولكن هذا يبقى موقف المحكمه وما علينا الا احترام القانون بوصفنا يعني رجال القانون، وعلى ما يبدو يعني هنالك محضر اخر غير المحضر هذا وهنالك قضيه اخرى غير القضيه هذه، يعني هذه قضيه يعني افرضت في خصوص يعني حمل ومسك الاله الحارقه التي حجزت عليها. باعتقادنا وانه يعني باقي المسائل او الوقائع الاخرى التي يعني قامت بها المتهمه دي افرضت بتتبع بملف اخر. اما اذا كان يعني ما تمش احالتها من اجل خاصه التجاهل بملف الحياه فانه ذلك يعني سوف نعتقد انه يكون تقصير ولسان الدفاع يعني سوف يحاول ربما تداركه بالطعن بالاستئناف او ما الى ذلك. يعني هناك عد طرق قانونيه واجراءات اخرى تاتي لاحقا لتدارك مثل هذه ربما النقاص ان راها لسان الدفاع كذلك. باش نتحالف على هيئه يعني منظمه وتفكروا فيها من قبل وقاع تنظيمها تلقائيا كل بعض الزملاء تلقائيين بعض الزملاء كلفتهم جمعيات انسانيه وبعض الزملاء كلفتهم العائله نتاعهم يعني ما الهيئه مش مهيكله خصيصا تكونت بطبيعتها مجموعه من المحامين اجتمعوا في ملف ورافعوا فيه هذا هو. استاذ زمان شفنا اللي فما برشا توتر في قاعه الجلسه بالنسبه لك انت اليوم تعليقك على الظروف اللي تعديت فيها المحاكمه. الشحن دام تقريبا توا 12 يوم من نهار اللي وقع ايقافها حتى لليوم ربما حتى 15 يوم اسابيع زوز اسابيع تعديوا شحن شحن جماهيري شحن جمعياتي هذاك الشحنه اللي تخزنت في كل واحد من المحامين سواء من الشق المدافع عن المتهمه او من الشق اللي ضدها اللي تكونوا
ضدها خرج اليوم الكل تلقائية، ونحمد ربي اللي الأغلبية متاعك الطاقة هذيك خرجت قبل المحاكمة، قبل ما تبدأ المحاكمة خرجت سكي في الجو تلطف شوية. بالنسبة لك أستاذ جمال، نحب نسأل على اليوم انتظاراتك فيما يتعلق بالمحاكمة. لو يقع تطبيق القانون على المعنى نتاعه ويتحط في إطاره التاريخي خاصة، فإنه النص هذا ما يتعلقش ومش ممكن تطبيقه على هالجريمة هذه، وربما يصدر حكم بعدم سماع الدعوة على المتهمة هذه، وربما هو نفسه يكون حافز للمشرع باش يعطينا نص خاص بهذه. نفس الشيء كان ثم جريمة أخرى الاعتداء على الأخلاق الحميدة مثلا بسبب الجلالة استغفر الله العظيم، أنه كان ينطبقوا عليه في نص قديم عام 42، والنص هذا يتعلق بأمور جنسية فقط. كيف اصدر بعض أحكام بعدم سماع الدعوة لعدم انطباق النص، المشرع خرج نص خاص يعاقب الجريمة هذه. مش موافقين أن باش الإنسان اللي يحمل بونبونة غازي يحوس في الشارع وما يسالش، لا يزم يخرج نص اللي جرمه ويجعل منها جريمة ويقدر لها العقاب وقت المحاكم تطبقه بدون حتى شيء. فيما يتعلق بدخول بعض العناصر يعني من المواطنين المحتجين اليوم أمام المحكمة أو كذلك من لجنة المساندة اللي تابعة لأمينة، الزوز أطراف دخولهم إلى قاعة المحكمة ما يلزمش يكون يأثر على السير العادي للمحاكمة؟ هو حاولوا باش يأثروا، أنا عطلوها شوية لكن ما صار تأثير مباشر على الجلسة، وهذه الكل نتيجة متاع الشحن اللي وقع في المدة الثانية في المدة السابقة هذه الكل. اللي جاءوا الدعاة لتونس بأنواعهم وأشكالهم بالمتشدد بالمعتدل بالمتسامح، عملوا عليهم الأعلام حملة، ولينا تونس ما نحتاجوش الدعاة، وكل اللي عنا في تونس 23 سنة متشفيف المنابع كانوا عنا دعاة، كل بن علي خلانا دعاة، ولا بورقيبة اللي سكر جامع الزيتونة خلانا دعاة، وقت اللي أنصار الشريعة ونحب نحط أنصار الشريعة عندهم الحق في التنظم يترفض مطلبهم، اللي قدموا الشيخ محمد خليف يترفض مطلبهم، وتتحاصر القروان منذ 1400 سنة من تاريخ القروان ما تحاصرتش، حتى في زحف بنو هلال ما تحاصرتش القروان، يحصرون 11500 بوليس، لكن أمينة تدخل، أمينة مبجلة راي، أمينة تدخل وتبات في طير أمينة ويجيبوها وتعتدي على حرمة مقبرة وتتعدى، واليوم يقف معاها حشرات مش محامين. قال له شكون قتل بن دبة؟ على فكرة بن دبة وعداها هذية تسفزنا بحركة لا أخلاقية في القروان، الأخرى عرت علينا راحة وذي تسفزنا بداها بحركة لا أخلاقية يستحي منها أمة لا إله إلا الله. ما تسمحني، أحنا في القروان بلاد رايدة وكالم ومجتمع مدني بالحق، جي عباد تركب علينا معناتها اليوم تجي في أجرة معناتها تعري روحها باش تدخل القروان، حتى سلفي ما خرج نهارت لحد يا رسول الله، عباد خايفة لا يضربها الكرتوش، خرجوا مواطنين القروان لأنه اعتدي على جامع عقبة بن نافع، اعتدي على حرمة مقبرة، وكانت محذرة روحها أسطول من الصحافة باش عري روحها باش يذبحها السلفي وتضرب بالكرتوش، وبعد يضربوا السلفيين بالكرتوش، علاش السلفيين ما عندوش الحق؟ المناقبة مع سلفي يهبط من اللواج من باب عليوة لأنه يعني عنده لحية، شد هذية عداها هذية، السلفي اللي عنده لحية ما يركبش في المنصف بيه، يهبط في لواج، يهبطوهم اللواج من المنصف بيه، شوف سبحان الله قمة حقوق الإنسان، لكن التعري علينا روحها تفرضنا باش احنا نشوفوا منظر مشوه، ما شاء الله ملا حقوق هذية وجاي تدافع عليها الأخرى ببلاش ليلى بن دبة، حقوق العهرات ليلى بن دبة شكون قتل بالعيد؟ قل لها الله لا ترحمه بالعيد، ما نشرفوش بيه بالعيد وأمثالها، وتونس شد عندك تونس إذا كانش يكملوا هكا ستكون ثورة بعنوان إسلامي تنظف تكنس ريت الفساد، وأولها النهضة لأنها فاز. عطيوني بالقانون شو أنا ما تخرج وغيري يدخل شو معناه؟